هل بلغك ان الست ام كلثوم شافت الفيلم او كان لها تعليق عنه او عنك بالذات؟ اه هو قال لي الاستاذ حلمي رافل والاستاذ نيازي، قالوا لي انها اتبسطت منك قوي، بس لسوء الحظ انا ما شفتهاش. يعني كان نفسي طبعا اقابلها، ولو اني طبعا كنت خايفه جدا، انما وصلوا لي الرساله دي واعتبرتها شهاده انا بحملها من ام كلثوم، انها قالت رايها فيا، قالت ده كان يعني ظبطت الدوبلاج قوي.